ومساحتنا الأولى لليوم راح تكون بعالم الطب، إضافة للقيمة العلمية اللي راح تكون ضمن الفقرة، راح نحكي أيضا عن القيمة الإنسانية وحب الوطن، وراح نضوي أكثر على المبادرة التوعوية للجمعية السورية لمرضى النعور. وبيسعدنا أكيد نرحب برئيسة الجمعية الدكتورة تهاني علي. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتوره، واهلا وسهلا فيكي. بالبدايه خلينا نتعرف من حضرتك على مرض النعور، شو هو؟ مرض النعور هو مثل الامراض النسفيه الوراثيه، بيصيب الذكور، بيتظاهر عند الذكور والاناث بيكونوا ناقلين للمرض. مشكلته بيصير في نزوف داخل المفاصل. نسبه انتشاره من الامراض ما كثير في تسليط ضوء عليه، لانه من الامراض اللي تعتبر قليله الانتشار. واحد من 5000 ذكر ممكن يكون مصاب بمرض النعور. شو اسبابه دكتوره؟ وراثي فقط، وراثي. طيب دكتوره خلينا نحكي عن العلاجات، كنا عم نحكي عن مرض قليل الانتشار ومثل ما ذكرت حضرتك وراثي، خلينا نحكي عن العلاجات. يعني هيك الامراض الوراثيه غالبا معروف عنها انه هي صعب الشفاء منها. بس مشان المشاهدين لازم نميز بين المرض يلي الجمعيه بتهتم فيه وبين الحمله يلي نحن عم نعملها. شو الفرق؟ نحن حملتنا عن داء فون ويلبراند، التوعيه وكشف المرضى المصابين بتشخيص مرض فون ويلبراند. هن نفس العائلة، اضطرابات نسفية، لكن الناعور نحن مو مجال حملتنا، نحن سبب يعني انشئت الجمعية كرمال هدول المرضى. مرض فون ويلبراند هو اضطراب نسفي كمان وراثي كمان، بس بيصيب البنات والصبيان اثنين سواء، وهو أكثر انتشارا وأكثر شيوعا. يعني 1% من الأشخاص ممكن يكون عنده هذا الاضطراب النسفي. عادة دكتورة بيتم تسليط الضوء يمكن على المشاكل الحديثة، خلينا نقول اللي بتكتشف حديثا، أو حتى الأمراض اللي نسبة انتشارها كتير عالية. شو سبب اختياركم عفوا لهذا النوعين من الأمراض؟ عم نحكي عن نسبة كتير قليلة، نحن عن مرض فعلا هو ما له معروف بشكل كتير كبير. هلا ما بعرف اذا 1% يعتبر قليل ولا لا نسبه للسكان. مشكلته بانه وراثي مرافق للحياه، فالمريض مو انه بيصير جائحه وينتهي، لا، هيدا بس خلق مريض معه هيدا المرض حيبقى مرافق له حتى يموت. وبيورثه للاجيال القادمه. هي اول نقطه. النقطه الثانيه هو بكل مرحله، بكل لحظه من حياه الانسان ممكن ياثر عليه. خلينا نحكي على مرض ويلبراند يلي نحن موضوع حملتنا، كونه بيصيب ذكور وإناث وتحديدا عند الإناث، وتظاهراته نسفية، ممكن يصير رعاف متكرر، ممكن يصير كدمات على الجلد، بقع أو ظهور بقع نتيجة نزف تحت الجلد، ممكن يصير نزف من اللثة أو بعد قلع أسنان أو سيدي عند العمل الجراحي أو عند الولادة، العمل الجراحي الاثنين. لكن المشكلة هنا الفتيات والنساء وهن الهدف من حملتنا، ممكن ببساطة يعانوا من غزارة الطمس، ممكن ما يهتموا فيها. غزارة الطمس هي شائعة عند 30% من الفتيات والسيدات، 10% فقط هنن بيراجعوا طبيب أو بيستشيروا. لذلك هي نسبة عالية. هل غزارة الطمس خطيرة؟ هل غزارة الطمس ممكن تهدد حياة الفتاة أو المرأة؟ إيه أكيد، إلى ارتدادات كتير على حياتها، أضعف الإيمان، ممكن تسبب لها فقر دم وعوز حديد، وهذا ممكن يتعالج بشكل متكرر ويفشل العلاج. وتبقى الفتاة أو السيدة عم بتدور بحلقة مفرغة وتدفع تكاليف تشخيص ومراجعة أطباء وما تعرف شو المشكلة. اثنين، ممكن تلبك حياتها، يعني سيدة أو فتاة عندها غزارة الطمس ممكن تتعرض لاحراجات كثيرة، ممكن تتغيب عن المدرسه، ممكن تتغيب عن دوامها، ممكن تتلبك باي شيء ممكن تقوم فيه. هي اقل شيء، لكن ممكن تهدد حياتها. ممكن في فتيات عند البلوغ بالدوره الاولى عم بيكون في غزاره طمس شديده، ما بيتوقف الدم ابدا، جريان الدم عم بتروح على مشافي، بيكون في سوء معامله لها وعدم القدره على التعامل معها، لانه ما عم بيحطوا هذا المرض بذهنهم ولا اجراء تدبيره، فعم بيستأصلوا للرحم. طفله عمرها 12 سنه. في سيدات مثلا عروس عم بتكون اول ولد، قد ايه بيكونوا فرحانين فيه، مثلا بتروح على المشفى بتولد ما في مشكله، بتروح على البيت 48 ساعه بترجع على المشفى بحاله نزف صاعق، ممكن يهدد حياتها، ممكن يستأصلوا للرحم. هي حالات ما عم نفترضها، هي سيناريوهات نحن عم نشوفها. هذا اللي خلانا بعدين، هذا اللي خلانا كجمعيه بالتعاون طبعا هي الحمله مع الاتحاد العالمي للهيموفيليا، لانه صحه النساء هي اساسيه طبعاً. يعني صحة، وهي الشريحة 50% من المجتمع، وحاليا مجتمعنا هي أكثر، النساء هن أكثر من الذكور بسبب الأوضاع اللي عم نعيشها، فهي بتمس شريحة كثير كبيرة من المجتمع. مشان هيك كان أول بداية هيدا العمل هو فقط ننشر المعلومة، نسلط الضوء، هو موجود هيدا المرض بيننا، بنعرفه،
بنشوف حدا عم يرعف، بنشوف حدا غزار دورته غزيره، بنشوف حدا بينظف من اسنانه، بنشوف حدا بعد عمليه عانى من مشاكل. الاطفال كثير ممكن يعانوا من الرعاف، ممكن يعانوا اذا راحوا يعملوا استئصال لوزات، وهذا استطباب شائع لعمر 4 لـ6 سنين او ناميات، ممكن يدخلوا بمتاهه صعبه. ف بس ما عم نوصفه، ما عم نعطيه الاطار، ما عم نحطه ضمن الاطار اللي هو موجود فيه لحتى نتعامل معه. اهم عرض له دكتور النزف، في اعراض ثانيه ممكن نشوفها؟ النزف ببساطه وعقابيل النزف مثل ما قلنا، فقر الدم بعواز الحديد. دكتوره حضرتك حكيتي عن عوامل الخطوره يلي ممكن تكون، مشان هيك احنا سوينا الحمله، كمان خلينا نحكي عن ابرز المعلومات يلي ضويتوا عليها ضمن الحمله، كان هدفكم تنشروها لاكبر عدد من الناس. هلا نحن كثير ترددنا بالبدايه لحتى نعرف لمين، كيف بدنا نوصل للناس، يعني الناس ما حتيجي لعنا، ما حتعرف انه مصابه، عم نتفاجئ تجينا بلحظه فارقه بين الحياه والموت، بلحظه صعب تاخذ اجراءات التشخيص. فقررنا نتوجه، كون النساء هي الشريحه الاكثر تاثرا، ما هم الشباب كمان بينصابوا بس تظاهراته اخطر على النساء بسبب الطمس والولاده، فتوجهنا شبكنا مع جمعيه تنظيم الاسره، مشكورين طبعا بنوجه لهم تحيه، وعم نعمل جلسات توعيه بمراكزهم، 6 مراكز بدمشق وريف دمشق، بشكل كل يوم بمركز لمدة 6 أسابيع. انطلقنا ب 14/8 مستمرين ل 22/9. ب 24/9 حيكون عنا يوم علمي لنتوجه للكادر الصحي المعني بالتعامل مع هيك حالات، من أطباء أسنان، أطباء هضمية، أطباء نسائية، أطباء أذن أنف حنجرة. إضافة ل في حفل ختام حيكون بالمساء، حيحيي الحفل هو كورال الجمعية موجة الياسمين من أطفال وأمهات مرضى الناعور الهيموفيليا بالجمعية. طبعا خلال وجودنا مع السيدات أو النساء المراجعات بشكل روتيني، إنهن مو جايين بس من شاننا لعيادة تنظيم الأسرة، عم ننشر، عم نعمل عرض بسيط بلغة واضحة وبيفهموها هنون، مع استبيان نحن عاملينه، بنسأل مجموعة أسئلة ونعطي نقاط أو سكور لنشوف هاي السيدة تحمل خطر لوجود هيك مرض نسفي عندها ولا لا. إذا كان إيه حنوجهها لتراجع الجمعية، نحن مقرنا بمشفى التوليد بالبرامكي بالمخبر بالطابق الثالث، ممكن نعمل لها التحاليل التخصصية اللي بتكشف حالتها لحتى يصير في تعامل منهجي وصحيح معها بدون ما تتأثر حياتها مستقبلا. نعم طبعا، بس كمان بنحكي مع الهلال الأحمر، هي الحملة بالتضامن النقطة الصحية عم نكون عندهم مرة بالأسبوع، كمان عم يجوا الناس هون لأخصوصي ليسمعوا المحاضرة، عم بيكون التارجت مختلف، يعني مو مراجعين لسبب صحي، لا هن عم بيكونوا جايين خصوصي ليحضروا هي التوعية. فكتير أنا بقيم الحملة إنه كتير الناس محتاجينها، كتير تجاوبوا بشكل إيجابي معها، ومستمرة أكيد حننطلق على المحافظات، وهي لبنى الأولى لحتى نوسع هذا العمل. في فكرة تتجهوا لباقي المحافظات طبعاً السورية طبعاً. أنت ممكن نشوف هي الخطوة موجودة هلأ إن شاء الله، ممكن نعمل حملة بحمص وحماة قبل نهاية السنة، إذا لحقنا المحافظة الثانية كان مقرر درعا والسويدة، إذا كانت الظروف تسمح، إذا مو هيك حننقل على اللاذقية وطرطوس، وبالعام القادم اكيد حنغطي مثل حلب. حلب مدينه ضخمه وفي عدد كبير من المرضى وكثير متحمسين وحابين، وقلنا تجارب معهم، فممكن نطلع على حلب كمان ان شاء الله. دكتوره ركزتي خلال حديثك انه المرض وراثي ممكن يكون، بهيك حاله نحن كيف ممكن نلقي حالنا؟ موضوع زواج الاقارب مثلا ممكن نبتعد عنه، فحوصات الزواج ممكن تكشف هذا الموضوع، كيف لا ممكن نحمي حالنا؟ للاسف لا، هو مرض وراثي بس التحاليل العاديه، ما في تحاليل وراثيه كثير صعبه لإله روتينيا، مثل مو مثل التاليسيميا انه في تحاليل بسيطه مثل الحران الخضاب او السي بي سي ممكن يكشف حامل المرض، هون لا، كثير فحوصاته لكشف الحامل معقده جدا. اذا كان المريض ممكن شخصه، اذا كان حامل للمرض كثير صعب ومكلف جدا، ومراكز خاصه بالعالم بتعمله. ما في تحاليل روتينيه ما قبل الزواج، لكن في شيء بنسميه استشارات وراثيه، إذا في حدا بالعائلة عنده هيدا المرض ممكن نعمل استجواب لنشوف إذا في حدا تاني عنده، هو ما بيخفي حاله، حيعبر عن نفسه بأحد الأعراض اللي حكينا عنها، نعمل له تحاليل مخبرية ممكن نشخص المرض. طبعا أكيد لا ينصح بزواج الأقارب بهيك حالة، لأنه ممكن يزيد فرصة أنه يجي مرضى مصابين. أهم شيء نشخص الحالة ونعرف كيف نتعامل معها طبيا، لما بنروح لأي إجراء جراحي أو تشخيصي نخبر الجهة أنه نحن كجمعية بنزود الشخص ببطاقة تعريف بمرضه، نخبرهم أنه نحن عندنا هيدا المرض مشان ما يصير سوء تعامل معه، وهيدا كتير مهم، وكتير مهم نوعي الكادر الطبي بكيفية التعامل مع هيك المرضى. غزارة الطمس ممكن تتعالج ببساطة، بتاخذ السيدة أو البنت
حبوب تنظيم دورة أو مانعات حمل هرمونية مع حبوب أدوية خاصة بتخفف من انحلال الخسرة، بتخفف من معاناتها من النزف، أو إذا ما بدها تجيب أطفال ممكن نحط لها لولب هرموني، أو ممكن إذا احتاجت ولادة أو عمل جراحي في أدوية خاصة متوفرة عالميا، صحيح عنا قليلة بس ممكن نأمنها، ممكن نأمن بديل بيشبه البلازما هو رسابي قريب عشان ما تعاني السيدة من نزف لأنها مجبرة وقت الولادة إجباري، فنحن مضطرين نعطيها علاج يعني. نعم دكتورة، يعني اليوم لما عم نحكي عن هذا المرض يلي ممكن يرافق السيدة برحلة حياتها مثل ما منقول كلياتها، عم نحكي عن وسائل للعلاج من حبوب منع الحمل وإلى آخره. طيب بالنسبة كمان دكتورة للذكور كيف ممكن يتم علاجهم وحالات التخفيف؟ هي يعني ما في حل نهائي أو علاج شافي لهذا المرض أو مجرد تخفيف للأعراض؟ هلا العلاج الشافي اكيد لا، لكن بالبيلي ويل براند بالناعور صار في اجراء كثير تطور على علاجاتهم، في شيء وقائي، في وصلوا للجين ثيرابي المعالجه الوراثيه. بالويل براند لسه هو العلاج بنسميه عند الطلب، يعني اذا صار نزف بنعوض العامل الناقص مشان نخفف النزف ونوقفه، خاصه عند الذكور. الذكور بويل براند نزفهم ما أنا مفصلية، بالتالي ما بيعانوا اذا ما راحوا على دكتور اسنان او عمل جراحي او اكلوا رض، غالبا اعراضهم هيك، فلما بتصير هي حادثه ببساطه بنعوضهم بنعطيهم الدواء اللي بيحتاجه لمده يومين او ثلاثه بيوقف النزف او بيتراجع، هذا بخفف من معاناتهم ومن اعراضهم. وللسيدات مثل ما حكينا هذا الاجراء. نعم دكتوره خلينا نرجع نركز على او نذكر بطريقه طرق التواصل معكم، كيف ممكن الاشخاص يستفيدوا من الخدمات اللي بتقدم الجمعيه اكثر؟ هلا ممكن ببساطه عندنا صفحه الجمعيه على الفيسبوك، في رابط لمجموعة نصائح طبية ممكن يدخلوا عليه يصيروا ضمنها، ممكن يراسلونا عبر الميسنجر، ممكن يراسلونا على رقم للواتس أب محطوط بالبروشورات اللي عم نوزعها بالحملة وبالفيديو يلي عم ينحط الدعاية الإعلانية عم بيصير بالتلفزيون، موجود رقم على الواتس أب 933-354-964، ممكن يبعثوا رسائل على الواتس. نحن تلقينا كثير يعني اتصالات مقبولة نسبيا من الأشخاص لما شافوا هيدا الفيديو التوعوي، عم يسألوا عن حالات معينة ممكن نرد عليهم، ممكن يراجعونا على مقر الجمعية بالبرامج بمشفى التوليد. دكتورة لما بنحكي اليوم عن هي الحملة عم بتشوفي في هذا الوعي عند الناس، هي الرغبة يمكن بمعرفة شو أسباب هذا المرض، ليش هذا النزف ممكن يصير، عم تشوفي هذا التجاوب والرغبة في المعرفة؟ أكيد أكيد الناس عم بتحس أنه لما عم تسمع بالبداية بجوز عم يستغربوا شو هيدا ويل براند شو بدنا منه، بس لما عم يفهموا ببساطة عم نقول لهم عندك رعاف، عندك نزف لسي، عندك غزارة فقر دم، إيه كله بحس حاله معني أو بحس أنه عنده حدا، يا ابنة يا بنتة يا أختها يا هي نفسها بمرحلة من حياتها إذا كانت صارت بسن اليأس أو حالياً. والأكثر كثير مهم نضوي على قصور الغدة الدرقية يلي يعني أحيانا سألتي حضرتك شو أسباب المرض، هو وراثي لكن في حالات قليلة جدا ممكن يكون ما هو وراثي مكتسب، مثل إصابات غدية مثل قصور الغدة الدرقية ممكن تنزل لي العامل بالدورة. هون إذا تعالجت قصور ممكن بتخف الأعراض تماما، بس ما في شفاء يعني إذا عالجنا؟ لا بس هي خلص ما عاد تعاني من النزف، بتسيطر على العامل المحرض لإله، وهي حالات عم نشوفها. لا في تجاوب كثير منيح، في تقبل وفي ناس مبسوطه انه انت عم بتوعيها على شيء ممكن كانت تجهل اسبابه، وعم بتقدمي لها الحل، عم بتساعدي، عم تاخذي بايدها. ما بكفي ننشر الوعي، لازم تلاقي حلول، لازم تشبكي مع الجهات الاخرى. اكيد من هي المنصه بندعو كل الجهات المعنيه، وزاره الصحه حتنضم ومشكوره اكيد لنا، هي بدايه لان ووزارة التعليم العالي يفترض يصير في حملات توعية بالمشافي مع الأطباء، حنكون أكيد نحن مستعدين أنه نشارك فيها بالخطة التعليمية التدريسية إن كان بوزارة التربية وإن كان بوزارة التعليم العالي للسنة التحضيرية أو الاختصاصات الطبية. يفترض يصير تسليط أكثر للضوء على الاضطرابات النسفية وكيف التعامل معها. دكتورة خلينا نختم مع حضرتك بنصائح ممكن تقدميها ونحكي عن موضوع الاستمرار بالعلاج ومتابعته، يعني مثل ما ذكرت حضرتك إذا حدا معه فقر دم نحن عالجناه لفترة بطل معه فقر دم، ولكن قديش ممكن يرجع؟ يعني ممكن طبيعة الأجسام كل فترة بتتجدد هاي الأمراض، فخلينا نقدم نصائح ونركز على أهمية المتابعة المستمرة. هلا أول نصيحة أنه ما نخجل، خاصة للسيدة أو للفتاة اللي عندها غزارة طمس، هي مو لحالها، 30% عندهم هي المشكلة. أي نزف لازم نراجع الجهة المعنية أو ناخذ استشارة صحية، ما ناخذ أدوية اعتباطيا بدون ما يكون في تشخيص أكيد، يعني ونعرف نحاول نقرأ، يعني في بروشورات عم تنطبع وتنعطى لهم نقرأ أو نفهمها
وما نخجل ابدا وما نتردد وما نخاف، يعني هو مثله مثل اي حاله ثانيه ممكن تكون موجوده بحياتنا، واسهل بكثير اذا بنشوف الامراض الاخرى اللي موجوده مثل مرضى التلاسيميا اللي هو كمان مرض وراثي بس كمان خطير في نقل دم، لا هون لسه اسهل اذا تعاملنا بوعي حتى الفتاه ما تخاف انه والله حبوب تنظيم دوره او حبوب منع حمل، اي شغله عاديه ما هي علاج، وما يخافوا لانه حيكون في متابعه من الطبيب النسائي ما يعمل اثار جانبيه لسيده، فاي حاله نسبيه ما نتردد ابدا وما نخجل لحتى ما تتهدد حياتنا كحياه ولا مستقبلنا النسائي او التوليدي بلحظه نفقد الرحم والمبيض والملحقات ونعاني من العقم. نعم. نعم.